الإنسان اللي حبتنا وربتنا بمحبتها وبصمتها وبرعايتها الكبيرة لإلنا، كانت دايما تقلنا إنه أنتو ثمرة حب بيني وبين بيكن. كانت ترعانا بكل فرح. نحن كنا بالبيت 5 أولاد مع بعضنا. ربتنا كانت كل أحد تاخدنا مع بعض على الكنيسة نلقط إيدين بعض ونروح. فتعودنا من نحن وصغار إنه الأحد هو يوم الرب، نروح نكون لابسين ثياب نضاف ومرتبين ونروح نقدس ونرجع، وكان يوم الأحد هو يوم مميز ما بنعمل فيه شيء غير إنه نفرح فيه. فكنا ننطر الأحد لحتى يجي. هذا الشيء خلق جواتنا إنه الأحد يوم الرب هو يوم مميز بكل أيام حياتنا بكل أيام الأسبوع. كانت أمي ست بيت مع إنه أخذت شهادتها، بس ضلت بالبيت تشتغل بالبيت وتربينا. كانت دايما البيت دايما نظيف مرتب، الأكل جاهز الصبح بكير، توعينا تحضر الترويقة، تحضرنا سندويشات لناخدهم معنا على المدرسة، وترافقنا وترسم لنا صليب وتقول روحوا الله يكون معكم. لما نرجع نلاقي كل شيء جاهز، الغداء جاهز، نقعد نتغدى، نلعب شوي، نقعد على دروسنا. لما نخلص درس كانت جلسة المساء هي جلسة أحيان أغاني، سهرة مع بعضنا، نمزح، نلعب مع أمي على طول، نلعب مع بعضنا البعض. والنومي كانت بكير حتى نقدر نوعى بكير تاني يوم. كانت أمي دايماً تشدد علينا أنه دراستنا هي رسالتنا بفترة لما كنا صغار، وتعرف أنه ربنا هو اللي عم يعطانا هالمواهب هالوزنات الكبيرة. فلما كنا نروح على الامتحان أنا بتذكر دايماً كانت تضوي لنا شمعة. أنا لما أخواتي الأكبر مني كانوا يروحوا تقلي روحي ضوي شمعة أخوكي، فكنا نعرف أنه حضور ربنا هو اللي كان عم يرافقنا وعم يميزنا بالأشياء. من نحن وصغار معودين على الصلاة، ولما طلعت أنا على الجامعة كنت بعرف إنه لازم أقرب الإنجيل قبل ما أنام، لازم صلي بإيدي على وشي، صلي قبل ما أنام. فكانت هالمرافقة الروحية حاضرة معنا لأنه أمي هيك علمتني. لما درست طب وخلصت جامعتي وأخذت قرار إنه بفوت على الدير وعم خبر أهلي، كانت صدمة بالنسبة لإلهم، ووقفوا إنه فجأة إنه ليش وشو رح يصير. ما كان في كتير معارضة شديدة، بس إنه ما كان في هالرضا وهالقبول. الشخص الوحيد أمي اللي ما حكت أبداً شيء، إنه ناطرة لحتى يشوف شو بصير، لأنه هي دايماً هيك كانت شخص صامت، ناطرة لحتى شو رح تصير ترتيبات للأيام اللي جاية. ربنا سمح بمعجزة صغيرة صارت مع أمي قبل ما أروح على الدير بست شهور تقريباً، وقبل ما أهلي ياخدوا القرار إنه إيه خلاص نحنا سمحنا لك تروحي. سمح إنه هي كان في عندها وجع كبير بظهرها وكانت محتاجة تعمل عملية، وكانت خايفة كثير من العملية وعم تسألني رأيي. قلت لها إنه أنت بتعرفي كيف ربنا حمانا وكيف أنقذنا من كثير أشياء، فأنا أنا إذا عملتي عملية بسندك وإذا ما عملتيها بخدمك يعني. فطلبت مني زيت مقدس وركعنا صلينا مع بعض ودهنت لها زيت مقدس وطلبت من الرب إنه يشفيها، وشكرته سلفا إنه رح يشفيها. ربنا أعطاها لأمي شفاء روحي، أعطانا أم جديدة خلقت كأنه من جديد، صارت تحبنا كتير، صارت تعتني فينا أكتر، صار في جو حب أكبر بالبيت. حتى رفقاتنا لاحظوا هذا الشيء، ما انشفت جسديا وإنما انشفت روحيا. صارت صلاتها أعمق، صارت مناولاتها أكتر، صارت محبتها لربنا أكتر ومحبتها لإلنا نحن أكتر. وهذا الشيء إنه لبعدين هي صارت تقول إنه أنا هاي البنت اللي كان إلى دور بإني أنا خلقت من جديد، أكيد هي إلى دور بحق ربنا برسالة ربنا. فما حكيت، بس كانت مقتنعة أكتر وأكتر إنه خلص هاي البنت رح تروح لربنا ليسوع. وبحوارها بينه وبين بيي كان النتيجة إنه نحن عارفينين إنه أنت فرحك بالكنيسة. نشكر الله ما كان في كتير معارضة أبدا من قبلهم. آخر يوم اللي أنا بدي أنطلق فيه على الدير، بيي كان عم يقول لي إنه أنا بعرف إنه فرحك رح يكون بكنيسة يسوع، روحي وأنا قلبي داعي لك، وإن شاء الله مثل ما كنتي ناجحة عندي بالبيت تكوني ناجحة ببيت ربنا. Thank you.
بتمنى لها ربنا يباركها، مقابل كل لحظة حب عطتنا إياها بمحبة كبيرة بالسماء، مقابل كل لحظة عناية اعتنت في أنا وبإخواتي، ربنا يعطيها بركات روحية، وبتشكر على كل لحظة حب قدمتها لأنه بتشكرها بشكل خاص ومميز أنه خلقت بين نحن الإخوة الخمسة حب كتير كبير، وخلتنا نتعلق ببعضنا كتير ونحب بعضنا ونسند بعضنا ونشكر الله. الخناقات كانت تمرق بسهولة، بس أكتر شيء تميزت فيه نحن عائلتنا بين بي وأمي هالمحبة الكبيرة اللي بيناتهم، لدرجة أنه كل حدا كان يفوت لعنا على البيت يقول أنا بحسدكم، بيك قديش بحب أمك، أمك قديش بتحب بيك. وهلأ رح يحتفلوا باليوبيل الذهبي لزواجهم، بتمنى لهم حياة سعيدة وشيخوخة صالحة، وربنا يعطيهم مقابل كل عناية اعتنوا فينا بركات روحية ومحبة بقلب الرب. بحبك. هذا ثالث عيد أمهات، أنا أعيش هذا النهار بنوع من بكون في قلق، لأنه الدنيا أم مثل ما بتعرفي ست شفيقة. نحن قصة الوالدة هي قصة من القصص اللي بتنحكى وبتنذكر، لأنه أثرت فينا بتربيتنا أم اسمها نالي نبهان، وهيدي الأم بالنسبة إلي أنا ما بتشبه حدا، بتشبه نيلي نبهان، لأنه هي توفى الوالد كان عندها 6 أولاد، أكبر واحد عمره كان 8 سنين وستة وأربعة وثلاثة واثنين، ربيوا كلهم، أقل واحد فيهم اليوم بيحمل شهادة جامعية، هذا المينيموم اللي بيبقى مش معلم عنده ماجستير بالجامعة. أم تشبه اليوم بمطرح معين، نحن منشبه هيدي الأم بكتير حركات وتصرفات وأدبيات عنا بالحياة. تعلمنا المبادئ، تعلمنا القيم، تعلمنا الوفاء من هالوالدة، تعلمنا منها أنه كل شيء بضل محله، تعلمنا منها الإيمان، تعلمنا منها مخافة الله. أنا شوي غيرت، رحت على محبة الله، ولادي حملتهم كتير مسؤولية إنه يحبوا الله. العلاقة اليوم بين ولادي وبين الله هي علاقة محبة، بينما نحن ربينا على خوف الله ومخافة الله. حتى بذكر نحن ولاد أوقات وقت نكون عاملين شيء مش منيح، ولد بيغلط الله بيخنقكم، كانوا يخوفونا إنه الله بيخنقكم، والله بتعرفي أكيد الله محبة، كنا نخاف وبالليل نتغطى كتير منيح حتى ما يجي الله يخنقنا. ربينا على الوداعة، على مجتمع بحب حوالي، وربينا مع هالوالدة على مبدأ الوفرة مش الندرة، فرق كتير كبير، إنه الخير لكل العالم والأكل لكل العالم ممنوع. ربينا على مطرح انه اليوم عاملين نحن شوربة عدس غدا، بك تاكله، فيك تاكل فيك ما تاكل، ما في عندك حل تاني. اليوم فرقت كتير، اليوم بيطلب دليفري، مش عاجبه اكل امه بيطلب من برا. ما فيني خبر بعد كتير، في كتير اشياء يعني ممكن الوقت ما بيسمح لخبر هالقد عن والدي. ربطنا على مبادئ، على محبة العالم اللي حوالينا، على محبة بعضنا. إخوي اليوم متضامنين، اليوم بيت أبو فيصل يضرب فيهم المثل بالتضامن العائلي. أنا بكتير أوقات عم بغلط بحق حالي أنا، بس بعتبر بحق حالي وبحمل، بضغط على وقتي وبشتغل كتير، بقول إنه أنا ما عندي إخوي، عندي أولاد، أنا بيون لهالأخوة ولهالعيلة اللي علمتني أمي إنه أنت تكون مسؤول عنهم وتكون one for all all for one. كلنا عم نشتغل إيد وحدة، واليوم لما بتجتمع العيلة مع بعضها ولما الأخوة بتشتغل مع بعضها
هيدا المثل بيقول لو اجتمع الأخوة معا لتحولت الجبال إلى مناجم ذهب. أنا ما كنت صدقوا هالمثل، وفي كتير عائلات عندها تفكك وعندها بعد. نحن بعائلتنا موجود، نعم الجبال تحولت إلى مناجم ذهب، والحمد لله كان المثل اللي بتقوله يا أمي طلقت التراب يصير ذهب، فعلا التراب صار ذهب. هيدي لمحة صغيرة عن علاقة أم لهلأ بعدها موجودة بقلبنا، بعدها لهلأ نحن ماشيين على هالتربية، الكتاب المقدس بإيدنا كل ليلة قبل ما ننام، لأنه هيك هي محلمتنا. أكتر من هيك حاولنا عملنا، كانت تحب كتير الضيف، من الصفات لما تكون الفرحة عندها لما في ضيوف وعم تقدم لهم أكل. لأجل هالشي هيدا عملنا المطرح اللي قاعدين فيه هلأ، نيليز كيتشن اللي هو مطعم، واللي هدفه هيدا المطعم فقط استقبال العالم، وهي عم تشوف من فوق مبسوطة انه عطول في عنا ضيوف وعطول نحنا البيت مليان، معتبرينه انه هيدا البيت. كمان في عنا نيليز هوم بقلب مطرانية الروم الأرثوذكس في الطابق الأخير للأخوات المكرسات، هيدا كمان كان على اسمها، وأي أول مرة بخبر عن هيدا الموضوع، وسامحوني لأنه نحن عم نحكي بعيد الأم، الأم شو زرعت فينا. بعد عنا هدف بدنا نعمله إذا الله أعطانا القوة وأعطانا العمر، راح يكون عنا نيلز ريست هاوس، محضرين الخرائط التفصيلية كلها. كان يفترض نبلش هاي السنة، أجلنا شوي للأوضاع. نيلز ريست هاوس حيكون موجود مبنى كناية عن حوالي 600 متر، بيتضمن مكان للأشخاص اللي بحاجة، ما بدي أقول دار عجزي، أنا بقول دار للراحة نهاري، بيتبادلوا فيه المسنين، بيتبادلوا فيه وبيتشاركوا بحياتهم اليومية. بيكون في باص بينقلهم من 8 الصبح أو 9 الصبح للستة عشية، بيقضوا نهار بهذا المكان، بيكون في نشاطات activities، بيكون في تسلية، بيكون في غدا يومي، وجبة يومية بتتقدم. كمان في عنا موضوع بناء كنيسة مار شربل بأرمينيا، كمان هيدا من الأشياء الحلوة اللي كانت الماما تحبها، كانت تحبه كثير لمار شربل، بما أنه عم نحكي عن إيد أمهات وعم نحكي عن الأم، كان هو القديس اللي إله الأولوية عنده، واللي عطول هن يتضرعوا لإله ويتضرعوا لسيدة سيدانية. أكثر ما بقول أنه الكنيسة رح تعمر بأرمينيا، أخذنا وقت، أخرنا هلأ، كان يفترض بتموز القادم يكون عنا قداس بعيد مار شربل، بعتقد حناخد وقت شوي أكتر. إنما لكل اللي كانوا عم يسمعونا إنه نحن كنيسة مار شربل وتمثال مار شربل، التمثال اوريدي جاهز، والكنيسة أخدت شوية وقت هلأ معنا الأزمة اللي موجودة، إنما منوعد الكل إنه رح تكون موجودة، ورح نوفي ندر الأم اللي عم نحكي عنها اللي هي أمي بهيدا بعيد الأمهات. هي ما كان الندر تبعها قد ما هو الندر تبعي، هو كان حلمها أو طلبها إنه دائما أنت يفترض ينقولة تمجد الرب وتشكره على النعم اللي عطينا إياها. وما فيني أقول قديش نحن الله عطينا نعم. أول نعمة عطينا هي الصحة، تاني نعمة هي هالعالم اللي حوالينا اللي بتحبنا وأنتو منهم، وكمان فرير نور أنا ما فيني إلا ما شوف القداسة بعيونه، وأنا بشكر الله أنه جيت في زمن الأخ نور، لأنه حقيقة هذا الرجل القديس حي يعيش بيناتنا، عايش معنا، وإله ملكوت السماوات على الأكيد، ونيال السما فيه.
ما بقدر أعبر. في افتئاد كتير قوي، في فرح إنه في حدا بالسماء عم بيشوفك من فوق، عم بيتابع معك، عم بيحللك مشاكلي. يعني نحن ملاكنا الحارس اليوم هي الوالدة الموجودة وعم بتشوفنا من فوق. هي أكيد أنا بعرف مسيرتها كلها، ما بحياتها أذيت حدا، وأكيد هي في أحضان الرب يسوع أكيد، وعم بتسهلنا أمورنا ونحن عم نذكرها بصلاتنا دايما. والرسالة لإلها هي خلي عينك علينا. مرة كنت بالجامعة، كان عندنا ساعة فلسفة، فوت لعنا دكتور بيقلنا سامعانين هيدا الشعر وبيقلنا إياه. أنا قد ما حبيته وقد ما أنه معبر عملت أنه أحفظه، سلق صار لي زمان حافظه. بيقول الشعر: أتذكر كيف كان إله موسى إلها قاسيا يلتز بالدم، فإليك كيف غدا مسيحا حنونا إن تألمنا تألم. وبيحكي قصة شاعر فسروا له حياته بالشعر، ومن بالشعر كالشعراء يفهم. بيقول إنه: وذاك قبل عيسى ولد شاعر في الشرق ملهم، أضاع العمر في طلب المعاصي يحلل ما كتاب الله حرم، فكاد إلى اللظى إلى جهنم يلقى جزاء لما من سيء الأعمال قدم، لكن بره الوالدين غطى مساوئه فخلص من جهنم. وجزاه الإله جزاء عبد تقي حسب ما في الكتب علم. بيقول أنه هالشعر على الرغم من أنه طلع على حضن إبراهيم بالسماء، ولكن ظل دائما التبرم تذمر، وقام لربه يشكو ويبكي بكاء صير الفردوس مأتى. بيقول له الله لداود: رنم لهذا البلبل الباكي، فرنم وحطه بحرجه الله، وما كان هيدا الزلمة إلا يضل يبكي إلى أن ضج أهل الخلد غيظا، وصاح الله من غضب إلى كم أطيق تزمرا من عبد سوء يجرع كوسرا فيقول علقم. تظلم في السرى بعالم الأرض من غير ظلم، وحتى معي في النعيم تظلم، أرى الشعراء أفاق الحد إني أكاد لخلقي الشعراء أندى. يرجع بيقول الله هيتا، أعمل له حوار لهالشعر، بعيط له بيقول له: علام بوكاك يا هذا وماذا دهاك، فلاتني تشكو تكلم، أصفحي عنك قد أبكاك أم ما جزيت به من الإحسان أم بيقول له الشاعر لله: عفوك مولاي من لي سواك ومن سوى الرحمن يرحم، أتيتك راجيا نقلي لحضن أحب إلي من هذا وأكرم. بيقول له الشاعر لله: أما ألقيت يوما رأسك فوق صدر خافق بحنان الأم، تربتني كعادتها برفق وتقول نم حبيبي بالهنا نم. بيقول الشعر: فأصغى سيد الأكوان لطفا لشكوى شاعر الغبراء شاعر الأرض، واهتم وقال: هذا محال، أيعلم شاعر على الأرض بما أنا لست في الفردوس أعلم، أينعم بما أنا لست أنعم. بقرر الله: لأكتشفن هذا السر يوما ولو كلفت أن أشقى وأعدم. وكانت ليلة وإذا صبي صغير نائم في حضن مريم. فرائح هيدا الشعر بقصته أنه الله كان بحاجة لأم، كل فعل التجسد هو كان هيدي الحاجة لهيدا الحضن، على الرغم من أنه الله هو حضن لكل البشرية ولكل موجوع ولكل حدا محتاج، هو المرجعية لكل الناس. أمي في كلمات صغيرة وسريعة، مع أنه هي كل الحياة، أمي إنسانة كل رموز البطولة، كل رموز الكفاح، كل معين النضال،
موجودة بحية أمي، وكأنه حية أمي هي ملحمة فعلا من البطولة. وهون مش عم بالغ مطلقا، ولا عم كون لأنه أنا ابن عم بحكي هيك، لأنه هيدي شهادة الكل. أمي وجودها بالبيت وجود يعني مع احترامي وتقديري للكل، وجود فاعل جدا جدا جدا. ليش؟ نحن 7 شباب وبنتين بالبيت، وبي الله يرحمه توفى من 1.5 سنة، كان مريض من هو صغير وعانى كتير بحياته من ظروف الصحية الصعبة. طبعا هيدا كان ينعكس على نفسيته. أمي قامت بشغل البيت وقامت بالشغل برا وربتنا وعلمتنا، وكان عندها أشياء لا تساوم عليها مطلقا. شفناها الحنين وشفناها الأينون، شفناها بالبيت. يعني الأشياء أنا باختصرها أنه مدرسة، باختصرها أنه الجامعة، باختصرها أنه كل ثقافة الحياة أخذناها من أمي. فعلا فعلا هيك إنساني، عندها مبادئ ما بتخلط مبادئها، عندها أولويات ما بتضيع بيناتهم. ما بعتقد أنه نهار فكرت بشي لألا، ولا نهار. يعني أنا بقرأ وقيت على عيد الأم على الفيسبوك قديش بيعملوا عواطف عن الأم. أنا حقيقة ما بعمل جهد، لأنه بعرف أنه أمي هي هيك لدرجة قديش نحن منشوفها كلنا بالبيت بهالنقاوة بهالنظافة بهالقدوة. إذا أمي شي نهار عصبت بالغلط أو حكيت جابت سيرة حدا، نطلع فيها نطلع ببعضنا أنه أمي عم تحكي هيك، أنه مش معقولة، لأن ولا مرة تركت لنا مجال أنه نحن نفكر هيك، ولا 1%. نضال لأنه ما كانت تعرف إلا الشغل، ما بتعرف النوم أمي. بس يقولوا هيك، أنا مش ما بقولوا، أنا عيشهم. بعدنا لحد اليوم نتكل عليها بكتير إشياء بالشغل، بكتير إشياء بالاستشارة بالمشورة، وأمي مش معلمة. عندها ذاكرة كتير كتير قوية، بتحفظ شعر كتير، بتحفظ أغاني، حافظة كل شيء. وبالنسبة لألنا قريبة منا كتير كتير، قريبة من كل شخص. عندها جهد كتير كبير ووعي أنه ما تكون مميزة بين واحد والتاني، بس أكيد قلبها بيكون أكتر، بيظهر عاطفتها أكتر مع الشخص الضعيف، مع الشخص المحتاج، مع الشخص يلي عكسته ظروف. بس خدي بعين الاعتبار أنه 9 أشخاص تربيهن تعلمون، وهي لوحدها بالبيت بالإضافة لكل أشغالها. أنا بعتبر حياتها كلها نضال. أما حياة الإيمان، ما بعرف قديش الله عطيها نعمة كتير كبيرة من الإيمان، عطيها نعمة كبيرة من الصبر. يعني كل الصفات يلي نحن اليوم نحن كرهبين منفتش أنه يكونوا موجودين بإنسان، منقول هودي صعبين، أنا صاروا قدوة، صاروا مثل أنه موجودين بأمي. بالرغم من عدم العلم، بالرغم يمكن من عدم الفهم الديني يلي نحن عنا إيه، بس فعلا إذا بدي روح ألقط الأشياء بجوهرها وبمثل حياة معيش لقيها عند أمي. فعلا 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 بأكد عليها، لأن هيدا الشيء يلي عشناه، هيدا الجو يلي ربينا فيه. أنا بلشت دعوتي من أنا وصغير، ما بعرف كان عندي التزام، بس كان عندي شيطاني بحياتي مثل أي ولد مثل أي صبي، عندي شقاوة معينة يمكن ما بعرف إذا وصلت لحد الأذى بطفولتنا، ولكن كان عندنا كل هالشيطانات والشقاوة اللي بتكون عند الأولاد. أنا دعوتي بلشت من ورا خوري هولندي، كان مرسل بهيديك المنطقة، وصار قدامنا شيء، سأل كل التلاميذ بالصف شو بدكن تعملوا، كل واحد بس يكبر، وما حدا قال إنه بدو يعمل خوري أو راهبي. كنا 30-35 شخص، كنا نتعلم عند الرهبات. يرجع بيقول ولو
ما حدا بده يخدم ربنا، ما حدا بده يكون ايد ربنا، بده يكون عنصر بجنود ربنا، بيرجع بيسأل السؤال مرة تانية، بس لأنه عمل شغلة قدامنا حلوة. وقت وصل لعندي أنا قاعد حق أنا وخيي، قلت له أنا بدي أعمل خوري. هيدي الفكرة قلتها طلعوا فيي كل التلاميذ رفقاتي إنه هيدا بده يعمل خوري. نزلت على البيت قلت لها لأمي، لأنه كنت بيي أعرف ردة فعله. قلت لها لأمي بدي أعمل خوري. طلعت فيي تبسمت إنه ولد عم يحكي هيك، لا أخذت ولا عطيت. سألت لي إن شاء الله حدا يعمل خوري. هلأ ما بعرف التشجيع المباشر منها كان إنه موافقة بدون تشجيع مباشر، بعكس موقف المرحوم بيي كان رفض 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 رفض، ولا لا 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 رجي آخر شيء، بس قبل مع أمي قال إنه على القليلة إذا بدك تعمل خوري تجوز، خوري مجوز. طبعا هيدي كنا بعمر صغير ونضجت الفكرة أكثر وأكثر. أمي ساندتني. كيف أثرت علي؟ بالقدوة الصالحة، بالقدوة، بالمثل. ما كان في حاجة أنه أعرف أنا شو معنى التكرس، لأنه أمي عنوان للتكرس. صعب أحكي، صعب أحكي، لأنه بيقولوا هيدا ابن عم يحكي عن أمه، بس فعلا هي هيك عنوان للتكرس. تكرست لبي كل حياتها، كل حياتها. يمكن تطليعة مش متطلعة أمي، يمكن خطية صغيرة هيك مش عاملة أمي. تكرست لبيتها، تكرست لعملها، تكرست لأولادها. بمعاني التكرس الحقيقية يلي مبنية على التضحية، مبنية على نكران الزيت. قديش نحن صعب علينا أنه نتخلى عن شيء حتى لو قبلنا بدأ، بس ما منتخلى. أمي ما كانت تسأل أبداً أبداً، لحد اليوم عمرها 85 سنة بتاكل الأشياء اللي بتفضل عنا، حتى ما تكب الأشياء، بتاكل الأشياء اللي بتفضل عنا. الخبز بيكون في ربطة خبز، إذا في حدا مقسم الخبز بتاكل القسمة المقسمة، ما بتاكل الرغيف. على الرغم من كل شيء هيك ربيت، ولحد اليوم بتصوم، ما بتترك المسبحة. كل مرة بيكون في قديس، حتى لو بدها تقدس مرتين بالنهار بتقدس. فعلا كنا يعني كل العالم اليوم، كل الأميات يلي بنشوفهم عم بيقفقفوا من الشغل داخل البيت وخارج البيت، وعندهم ولد وولدين وعندهم خادمة بالبيت وبيضلوا أفقفة كل الوقت، بقول أنا أمي إنسانة فعلا لازم نسميها مكافحة، مناضلة، بطولة، إنه كانت تتلحي على شغل البيت جوا بدون ما ينقص أي شيء أبداً على البيت وبرا، وشغل متعب جداً بالحقلة وبستين، وعنا كتير كروم، وعلى الرغم من هيك كنت تلحق عليهم كلهم سوا. كنت مدبرة بكل معنى الكلمة، تدبر شؤون الكل. يوم بشكر أنا ربي على هالنعمة الكبيرة اللي موجودة بقلب بيتنا. بشكر ربي على هالنعمة، نعمة السلام يلي بتتجلى بأمي، نعمة الإيمان، نعمة الالتزام، نعمة التكرس. هودي صحيح عناوين لحياتي كبيرة، بس صدقا هني موجودين بشخص أنا بتطلع عليه بلا يا أمي أنت قديسي، بلا قديسي. وأنا إذا تكرست لأنه عندي ورا ظهري وعندي سندي هالأم القديسي الكبيري. بحبك، إن شاء الله بينعيد عليك بالصحة والخير، الله يعطيك كل الصحة، والله يقدسك أكتر وأكتر، والله يزيدك من نعمه.
هذا العيد يعني الثلاث سنين بهدل همه بس يجي، لأنه ما بيقطع معي بسهولة، لأنه رحيل ماما صحيح هو حقيقة العقل وافق عليها، لكن القلب والروح بعد لهلا ما تقبلوها. هي بالنسبة للعالم أنا كنت بنتها لمن ماما، بس بالنسبة لإلي هي كانت العالم كله سوا. ماما لم تكن تقرأ ولا تكتب، بس هي المدرسة الأولى اللي علمتني أنا وأخواتي، حطتنا على الصراط المستقيم. هي كانت الصخرة يلي بيتنا تأسس عليها وتأسس على أسس منيعة. هي كانت الرداء العاطفي اللي يدفينا بأيام البرد والبرودة والنسمة الحلوة وقتها تشتد علينا الأيام بصعوباتها. علمتنا أنه أفخر لباس ممكن تلبسه المرأة هو الأدب والأخلاق والأناقة، وكيف فيها تكون فخر لزوجها، وفيها تكون السند والعاطفة لأولادها. ولا يوم فرقت بين الابن والبنت، ولا بين البنت والكنة، ولا بين الابن والصهر. كان الكل يشيد فيها، لبل كان الكل يسبح الله أنه لوجود إنسان بهيدي الصفات. تبلش نهار أول شيء قبل أي شيء بالصلاة. نحن كنا 12 ولد، كانت تصلي 12 مسبحة كل يوم لكل ولد مسبحة، وترجع تضل تشتغل تقريبا 17 ل18 ساعة. ماما كانت تنام بس 4-5 ساعات، تنام آخر وحدة وتقوم أول وحدة بالعائلة كلها سوا. علمتنا أنه العائلة هي نعمة من الله ولازم نحافظ عليها، وهي فعلا كانت هيك مكتفية بعائلتها. يعني ماما ما كانت تظهر من البيت إلا بس لتزور المرضى ولا تعزي الحزانة ولا للواجب، ابدا كان كل حياتها هي مكرستها لعائلتها. ما كانت تعلمنا كيف لازم نعمل الاشياء الصالحه بالحياه، لا كانت هي تعملها قدامنا ونتعلم منها بالاعمال مش بالاقوال. بهذه الامور تعلمنا منها كيف نحترم. هلا انا واخواتي ازواجنا كان بالنسبه لها بابا هو رب البيت وكلمته لازم تطاع وتحترم. وهو كمان كان وقتها تكون مريضة يضل يقلنا ما عليش قد ما تطول بالمستشفى، بس مهم ترجع على البيت، لأنه البيت بلا أمكم مثل المقبرة يا أولادي. يعني ما بعرف هلا كمان قاله 3 سنين كيف أنه هو قادر عم بيقطع هالأمور. كانت في كتب اليوم بنقريها لنصليها، هي ما بتقري وبتكتب بس كانت حفظتها على الغايب وتقعد تصليها. كنا نحن وقت نقعد حتى ونعلمها، تقلنا ماما في صلاة حلوة ما مش عم بحفظها، بسمعها بالمقاتم، نقعد نعلمها إياها تحفظها تصير هي ترددها. كتير علمتنا أشياء أنا شخصيا هني اليوم انسى أسباب نجاحي بالحياة. نحن بنعرف أنه لننجح بالحياة بدنا شهادة وبدنا صفات شخصية. أنا كل الصفات الشخصية اللي ماما علمتني إياها واليوم أنا متبعتها هي سبب نجاحي. هي اللي علمتنا السكوت والأناقة بالتصرف والحشمة بالنظر والأدب والتهذيب. هو ماما علمتنا إياهن وهن اليوم اللي حطونا على خارطة النجاح. أكنت أنا ولا أخواتي، نحن اليوم 11 ولد، عنا أخت كمان صارت معها بالسماء، أما الباقيين نحن 11 ولد، نحن 25 حفيد. الكل عنده الماما روني، هي أيقونة العائلة فعلا. يعني بقى أكيد أنه هيدا العيد يمكن نعتل همه لأنه أكيد بدنا نبكي كلنا سوا، ولكن بعزينا قد يكون أنا وأخواتي أنه المرأة الصالحة على الأرض أكيد الملائكة بالسماء بتستقبلها وبتسكنها يعني الفردوس وفردوس النعيم. واليوم بأكد لك أنه هي، وأنا بشعر كل يوم أنه هي ما زالت كأنها معنا لأنه أوقات بطلب إشياء منها، يعني مثل ما بطلب من ربنا ومن مرشار بيل ومن العذراء. اليوم بقول لها ماما أنت بالسماء وأنت بتعرفي كنت على الأرض، وأنا بدي تساعديني بهالنقطة، بدي تهديني بهالقرار إذا أنا عم باخد صح ولا غلط. وصدقيني دائما بشعر إنه معي. يعني قد تكون نعم فرقتنا في الجسد، لكن الروح والقلب لا، هي بعدها معنا. وممكن هذا هو إيماننا المسيحي، يعني نحن لا نموت، نحن نركض على رجاء القيامة، بقى أنا شو بدي إلا بعيد الأمهات. صحيح ما رح فيني مثل قبل أخذ لك بوكي ورد دائما ولا كدومة دي، لكن أكيد بالنسبة لنا أنت أكبر هدية، وهدية ما فينا نتمنى. بتمنى لكل الأمهات بالعالم الله يطول عمرهم، لأنه الأم وجودك كثير حلو بالبيت،
بهالمناسبة كمان بوجه هلأ تحية للماما أمه لزوجي مدام أليسابت فخري، الله يطول بعمرها، لكل الأخوات المزوجين كلهم بقول لهم يعني الله يخليكم قدام عائلتكم، لأنه عن جد أحلى شيء بالحياة هي الأم. بقول لكل اللي فقدوا أماتهم مثلي، الصلاة كتير مهمة، عمل الخير، القداس، المسبحة كمان كتير بيعزونا. وبقول اللي عنده أم كتير لازم يهتم فيها، وعن جد هو عايش نعمة ما رح يعرفها إلا لما يخسرها. ماما أول شيء من جيلنا تقريباً، إنه هني من زمان كانوا يتجوزوا صغار، يعني كان عمره 16 سنة وقت اللي تجوزيت، وأنا الكبير بالبيت، فحسينا من وقت اللي كنا صغار إنه كأنه رفقة، وكانت مناش قاسية، كانت تفهمنا الشغلة اللي بدها إياها، تفهمنا إياها بطريقة لبقة، يعني تخبرنا قصة نفهم نحنا من خلال هالقصة شو اللي بدها توصلنا إياه. وكان عندها مبادئ، يعني من أهم مبدأ كانت أن إذا بتشوفوا جوهرة على الطريق مش لقلكم ما بتلموها، وإذا بتلاقوا حيالله غرض بتروحوا بتسلموا وبتقولوا هالغرض ضايع. وأهم شغلي أنه ما فيش طمع، يعني ضد عقلها كانت أنه خي يختلف مع خيه كرمال شغلي، يعني هذا الطمع كان مش وارد. وفي كتير كمان مبادئ علمتنا إياها بالحياة، انه اهم شيء بالحياه هي السمعه الطيبه، وانه دائما حقوق العالم تكون محفوظه. وحتى وقت بلشنا بالتجاره وبالشغل كانت انا دائما انه اهم شغله انه ما حدا يحكي عليكم ولا باي كلمه او حدا يجي ويطلبكم. دائما كنا نحن اللي نتصل بالناس نقول له في لكم معنا فاتوره تفضلوا اقبضوها، ويتفاجئوا انه يما بنروحنا عند الناس بنطلبهم مره واثنين وثلاثه لحتى يدفعوا. شو صاير؟ قالوا لا تفضلوا بدوا. مبادئ كتير تعلمناها من نحن وصغار وأثرت كتير فينا. وأهم شغلي كمان، وأنا هيدي دايما بدعي كل الأمات أنهم يعملوها، أنه دايما 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 كان كل أحد القداس مقدس، يعني لو شو ما كان عنا بدنا نروح نقدس. أنا بقول الكنيسة هي كتير بتكون، بس تكون قريبة للولاد بيحس الشخص أنه قد ما يكون
بمرق بمشاكل وبكذا، انه في ربنا هو سيبور لإله، هو دعم لإله، بعش يلحق الرزيلة ولا بيعود يقول انه انا بدي انتحر او بدي شيء، يعني بصير بس يمرق بشيء صعوبات بيرجع لربنا، بيرجع للصلاة. فالكنيسة كتير 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 مهمة، وانا بنصح كل الامات ياخذوا اولادهم كل احد على الكنيسة. يعني احنا هيك بعدنا ماشيين، هلا عودنا اولادنا كمان انه نروح نقدس، حتى اذا شي نهار احد كنا مضطرين ما نقدس نرجع نقدس التنين، يعني بنص الجمعة، حتى انه هل ساعة القداس ما نفوتها علينا. هيدي كتير كتير مهمة. الماما كان في عندها شغلة حلوة، انه دايما ايجابية ولا مرة كانت سلبية. يعني حتى اذا بدها تخبرنا عن شيء قصة، عن شيء خبرية مش منيحة، مثلا انه في حدا توفى او شيء، تجينا بطريقة لبقى انه هذا الزلمة كان صاخين وكان عم بيعاني صار له فترة وهلا توفى، يمكن الله اخذه لعنده هونيك اريح له وكذا هيك. يعني حتى ما تخلينا نحس بالزعل، لانه كان عنده دائما مبدا انه الزعل هو بيأثر على الصحة، بيأثر على النشاط، بيأثر على كل شيء بالحياة. فدايما متفائلة وما زالت لحديت هلا، واسم الله انه هلا صار كبير بالعمر، بس ما بتبين، بتبين كأنها رفقتنا وبعدها ماشي على مود، وهذا الحلو اللي كان فيها انه دائما ماشي على مود ودائما مسقف. يعني شو ما بتسأليها بحي الله موضوع بتكون بتعرف فيه، ووين بتاخديها بالعالم بيكون كل شيء بتعرف فيه. حتى مره بدي اخبركم فصل صغير صار معنا. مره رحنا كنا باسبانيا، فهي كانت معنا، بيجوا بيحطوا لنا طلبنا بالمطعم اكل، بيجي هذا الماتر هونيك بيقول في اكله هاي اول مره نحن بنعملها عنا، فبدنا ندوقكم اياها. جابها هاي الاكله، قلنا له شنو هاي الاكله؟ قال هودي دينين الخنزير. قلنا له كيف؟ دينين الخنزير وين شفتيها بحياتك؟ بلشت تضحك. عيطنا له للمتر، قال مزبوط هودي دينين الخنزير. انه لدرجه انه قديش كانت قديش مسقفه وقدي عندها اشياء هيك حلوه اثرت فينا. ومثل ما قلت لكم انه دائما هي متفائله وبتحب الحياه، وهو جايين نحن مره على الحياه، لازم نحب الحياه لحتى الحياه تحبنا كمان. ان شاء الله بينعاد عليك ميات السنين، وانا بعثت لك غنيه عيدك يا انت العيد، لانه انت العيد عن جد. نحن كل يوم الصبح بس نقوم ونتصبح فيك اجمالا كل يوم قبل ما نروح على الشغل بنمرق لعندها بشرب فنجان قهوه وبضلني رايح على الشغل، واذا شي نهار كنت مؤخر وما قدرت مرقت الصبح بنمرق لعندها عشيه، لانه بحس انه في تفاعل بيننا وبينها. الحكي عن الأم مهما قلنا ومهما قدمنا لها أشعار بيضل قليل. أفضل جملة بالنسبة لي بتنقال عن الأم هي أنه الأم على مثال أمنا مريم العذراء، ومثل ما العذراء قالت نعم للملاك وابتدت رسالة الخلاص، الأم دايماً بتقول نعم كل يوم بحياتها لالله لحتى تخلص بيتها ولحتى تخلص مجتمعها. أنا ابن وحيد لأمي وبيي، وكل محبة وحنين الأم انصبت علي كوني أنا وحيد، وأمي رفقتني بكتير مراحل من حياتي، وهي أكيد إلى الفضل الكبير على الشيء اللي أنا هلأ وصل له بكل الميادين، بالميدان الديني والصلاة، بميادين الاجتماعيات، وأيضاً حتى أمي هي الجندي المجهول بالجوقة يلي أنا برأسها، جوقة مليس مخلصية زحلي، دايما بتساعدني، دايما حدي، دايما بتقرا الافكار تبعي، دايما اوقات يمكن انا بفوت على البيت ما بحسسها انه في مشكل ما بكل ميادين حياتي، ولكن بالرغم من كل هالقوه اللي انا بفوت فيها على البيت لحتى ما اظهر لها اي شيء، دغري هي بتحس من تطليعها بعيوني، من نظره،
دغري بتعرف انه في شيء وهي دغري بتساعدني حتى من دون ما انا اطلب منها. هيدي هي الام باختصار كيف بتكون حدي. وطبعا دائما الام حتى على الارض هي بتساعدنا بموضوع الاشياء اللوجستيه يلي بتختص بالجو. كرمال هيك سميتها انا الجندي المجهول، وهي يمكن جندي مجهول بحياه كل شخص عنده طلعات، عنده حياته الاجتماعيه. وطبعا امي علمتني الصلاه، يعني نحن هلا اولاد كنيسه بفضل تربيه الام. طبعا البي له فضل ما في شك، بس كونها ام دائما هي موجوده بالبيت وهي مسؤوله عن التربيه على القليله هون بمجتمعنا الشرقي، فالها الفضل الاكبر بموضوع الصلاه، بموضوع تعلقي انا بالكنيسه، وطبعا الها الفضل الاكبر بانه كانت حدي بتاسيس الجوقه، ومع تقدم سنين الجوقه وتقدم سنين عمري دائما هي كانت السند لالي. إلا لأمي اليوم بعيدها يخلي لي إياها وتضل فوق راسنا بهالعيلة الصغيرة، وكمان حتى تضل سند لكتار من رفقاتي يلي حتى بيعتبروها مثل أمهم وبيلتجؤوا لها وبيخبروها هواجسهم وبعض القصص بحياتهم. وهيك يعني نحن إن كان عائلتنا الصغيرة بالبيت يلي مؤلفة من أمي وبي وأنا، وإن كان من العيلة الكبيرة يلي أكيد بتضم أصحابنا وأصدقائنا يلي بيفوتوا لعنا على البيت، إن شاء الله دايماً تضل بصحتها ويضل الله مباركها لحتى كمان هي تضل مد إيد المساعدة والحنين والمحبة لألنا كلنا. بتذكر يا أمي لما كنت صغير الليالي تصلي حتى صير كبير، وبعيونك تنوح من كتر الحنان الشعور بالأمان. أنا مش ممكن أنسى عينيك يا أمي، أنا مش ممكن أنسى عينيك يا أمي. مرات الهموم تكبر عالأيام والليالي تطول ولا عينيكي.
مش ممكن انسى عينيك يا امي انا مش ممكن انسى عينيك يا امي انا مش ممكن انسى عينيك يا امي. We'll be right back.